ورجعت لكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقرة الفنية الأسبوعية اللي هنعرض لكم فيها أهم الأخبار الفنية على مدار الأسبوع في مصر والوطن العربي والعالم. وأول خبر معانا النهاردة عن مسلسل النجم أحمد العوضي ضرب نار. العوضي نشر صورة من المسلسل وكتب عليها جابر الكوماندا ابن الشارع. مسلسل ضرب نار هو من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، سهير المرشدي وهدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، وتيسير عبد العزيز. كانت آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل اللي ملوش كبير، وده اللي اتعرض في رمضان 2021 مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وكان من إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين. الحقيقة المسلسل ساعتها حقق نجاح كبير جدا، وان شاء الله متوقع كمان المسلسل السنه دي يحقق نجاح اكبر. يمكن الاسبوع اللي فات كمان شهد حفل غنائي ضخم لتكريم الموسيقار طلال مداح على خشبه مسرح محمد عبده بالبوليفارد سيتي، وده بالمملكه العربيه السعوديه. كان عباره عن غناء ميدلي لمجموعه من اهم اغاني الموسيقار الراحل. شارك في الحفل عدد كبير جدا من نجوم الوطن العربي زي الفنان محمد عبده والفنانة نجوى كرم وصابر الرباعي وعبد الله رويشد وعبد المجيد عبد الله وعبادي جوهر وهاني شاكر ووليد توفيق وأنغام وغيرهم كتير من المشاهير. ومن المشاهد البارزة في الحفل ده غناء الفنان محمد عبده مع الراحل طلال مداح من خلال تقنية الهولوجرام. وشاهد الحفل غناء ميدلي لمجموعة من أهم أغاني الموسيقار الراحل، واللي شارك في أدائها 6 مطربات وهم وعد وأسماء المنور، بلقيس، وأميمة طالب، وداليا مبارك، وزين عماد. والفنانة أنغام كمان قدمت بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات أغنية رسالة حب من ألحان طلال مداح وكلمات سعود بن عبد الله. وبمناسبة الكلام عن نجاح موضوع عائلي، حقق الفنان محمد رضوان نجاح كبير جدا، وناس كتير على مواقع التواصل أشادت بأدائه المميز في المسلسل. الفنان محمد رضوان قال في تصريحات لي أن مسلسل موضوع عائلي بالجزء الأول والثاني لي كانوا نقطة فارقة في مشواره الفني الحقيقة، وأن المسلسل يعتبر تميمة الحظ بالنسبة له. وقال لو بمثل طول عمري فالمسلسل ده هو نقطة فارقة في مرحلة ما قبل وما بعد موضوع عائلي. وأكد كمان أن عروض الشغل والطلب زادت عليه بعد دوره في مسلسل موضوع عائلي. الكاتب الساخر أحمد عاطف مؤلف مسلسل بلطو أعلن عن ميعاد عرض المسلسل اللي بيتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه 8 فبراير المقبل على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة. البوسترات الرسمية للعمل تصدرته عليها نجوم طبعا عصام عمر، محمود حافظ، محمود البزاوي، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، وبعض النجوم الشباب. مسلسل بلطو مأخوذ عن رواية بعنوان بلطو وفانيلا وتاب، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الساخر أحمد عاطف فياض. بيشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم الفن زي ما قلتلكم، محمد محمود ومحمود حافظ، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، عصام عمر، وضيوف شرف زي خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ومحمد لطفي، وإخراج طبعا عمر المهندس. الفنانة الجميلة ريهام عبد الغفور أعلنت إن مسلسلها الجديد الأصلي واللي بيتم تصويره حالياً إن هو خارج سباق شهر رمضان المقبل. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن. الفنانة ريهام عبد الغفور الحقيقة تألقت الفترة الأخيرة بمجموعة من الأدوار جعلتها تحتل القايمة في أفضل ممثلة في مصر، وده من خلال أعمال زي مسلسل غرفة 207 ومنعطف خطر وأزمة منتصف العمر ووشه ظهر. بيتعرض لها دلوقتي حاليا مسلسل أزمة منتصف العمر مع الفنان كريم فهمي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل. المسلسل الحقيقة عامل حالة جدل كبيرة جدا بتتصدر السوشيال ميديا، وبتتصدر فيها كمان الفنانة ريهام عبد الغفور المشهد من خلال أدائها المميز جدا اللي احنا متعودين عليه. الفنانة إليسا
حققت 1 مليار مشاهدة في سنة واحدة بس على موقع يوتيوب، وبالرقم ده إليسا الحقيقة تعتبر صاحبة الأرقام القياسية لعام 2022 كأول مطربة عربية بتحقق النجاح غير المسبوق ده في عالم الموسيقى في العالم العربي. وتصدر اسم إليسا في قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، وأطلق جمهورها ومحبيها هاشتاج باسمها بعنوان إليسا 1 year 1 billion. وتصدر الترند في مصر والسعودية ولبنان والدول الخليجية ليضيف نجاح جديد وتاريخي في مسيرتها الفنية. طرحت إليسا أول أغانيها في عام 2023 بعنوان ما تندم عشي، وده على يوتيوب، والأغنية كمان هي الأغنية الدعائية لمسلسل التمن بطولة النجم باسل خياط. كشف الفنان كريم فهمي عن سعادته بسبب مشاركته في النسخة الحالية من معرض الكتاب برواية مملكة الموت، ونشر على حسابه على انستجرام صورة غلاف الرواية وقال: دائما ما تكون هذه هي البداية، عندما يكون الهدف هو القوة والسيطرة تجد قوتين متكافئتين تتصارعان عليهما، ومع كل محاولتهما في القضاء على بعضهما البعض فإن أول من يتأثر بهذا الصراع من ليس لهم أي مكاسب أو منافع في هذه المعركة حتى بعد انتهائها. من ناحية تانية، علق الفنان كريم فهمي على الجدل المثار حول دوره في مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر، واللي بيتعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، وقال: مفيش حاجة هقولها على انتقادات المسلسل ده غير إن اللي بينتقدوا دول ناس فاكرين إنهم بيأذوني في رزقي. بعد تردد إشاعات كتير عن وفاة الملحن الكبير حلمي بكر، محمد فوزي مدير أعماله أعلن عن تفاصيل الحالة الصحية لحلمي بكر بعد دخوله العناية المركزة، ووضح إن الحالة الصحية لحلمي بكر جيدة، وإنه بيتعافى من الأزمة الأخيرة بنسبة 90%، وإنه كان بيعاني من مياه على الرئة وكحة شديدة، وده السبب الرئيسي في دخوله العناية المركزة. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية إن حلمي بكر دخل الرعاية المركزة وخرج منها مطالباً الجميع الدعاء ليه بالشفاء العاجل والخروج من المستشفى. ومن هنا، من خلال برنامج إين بوكس طبعاً، بنتمنى له كل السلامة للملحن الكبير والعظيم حلمي بكر، وتمنياتنا ليه يا رب بالشفاء والتعافي في أقرب وقت ممكن. النجم الجميل أكرم حسني تعاقد على بطولة مسلسل إذاعي بينافس بيه في الموسم الرمضاني المقبل 2023 على أحد محطات راديو بمصر، وبيجيب أكرم حسني عن المنافسة في مسلسلات رمضان، حيث أكد قبل كده في تصريحات صحفية ليه أنه بيدور من فترة عن سيناريوهات لكن ما لقاش سيناريو يجذبه، وقال: أجيب عن دراما رمضان 2023 عشان أكون موجود معاكم في رمضان 2024 بالشكل اللي يليق بالجمهور وبيا. وشخصيا منذ فترة كنت أبحث عن ورق أنزل بيه رمضان لكن لم أجد شيء يجذبني. أكرم حسني كمان كان بينافس في الماراثون الرمضاني اللي فات من خلال مسلسل مكتوب عليا، بطولة عمرو عبد الجليل، أيتم عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي. لسه مكملين معاكم باقي فقرات إنبوكس، لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم، استنونا.